نيابة عن الرئيس السيسي، وزير الخارجية يتوجه إلى جامبيا للمشاركة في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامية. عشرات الشهداء والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة لليوم العاشر بعد 200، وارتفاع الحصيلة لأكثر من 34,600 شهيد. الأونروا تحذر من اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح الفلسطينية، وتؤكد أنه سيؤدي لمزيد من الخسائر والكوارث في قطاع غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر إبريل الماضي. أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيا، وذلك في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها. هذا وقد تم التعامل مع 2979 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والتموينية أو عدم الإعلان عنها، كما تم التعامل مع 2444 استغاثة وشكوى طبية تطلبت تفاعلا سريعا، كما تم إنهاء إجراءات إصدار وعد التفعيل 3129 كارت تكافل وكرامة اتساقا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى مدينة بانغول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك للمشاركة في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعقد هذه القمة يومي 4 و5 من مايو الجاري تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة. وأوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية. كما ستناقش القمة كذلك أهمية نبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. We'll be right back.
استقبل مطار العريش الدولي طائرتي مساعدات إماراتية وبلجيكية لصالح قطاع غزة. وصرح مسؤول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة الأولى إماراتية والثانية بلجيكية يحملان أطنانا من المساعدات الإغاثية والطبية. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية الحثيثة التي تقدم للأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري. لازال المعبر يعمل وتتدفق من خلاله كل شاحنات المساعدات. اليوم دخل عدد من الشاحنات لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة. كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من أطنان المساعدات الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى دخول شاحنات الوقود عبر منفذ رفح. ولازال أيضا لليوم الثاني على التوالي تتدفق هذه الشاحنات وتزداد بواقع شاحنتين، ليتم دخول 8 شاحنات للوقود من خلال بوابة معبر رفح البري، بالإضافة أيضا لاستقبال الجرحى والمصابين وتقديم كل الخدمات الصحية لهم وتقديم أيضا خدمات الدعم النفسي، حيث وصل تقديم خدمات الدعم النفسي إلى أكثر من 10,000 جلسة دعم نفسي قدمت ل 927 من الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين من خلال 10 مستشفيات، وهي شمال سيناء والقاهرة وأيضا بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة، حسبما صرحت وزارة الصحة اليوم. وتم تقديم هذه الخدمات من خلال فرق طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى. على الجانب الآخر أيضا والمسار الجوي، لازال مطار العريش يستقبل طائرات المساعدات التي تأتي من الدول المختلفة، حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرة قادمة من الإمارات على متنها 66 طن من المساعدات الإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية ومواد الإغاثة، استلمها الهلال الأحمر المصري ليتم تجهيز هذه المساعدات وأيضا شحنها على الشاحنات التي تذهب تباعا لمعبر رفح لدخولها للأشقاء داخل قطاع غزة. إذن مجهودات مصرية كبيرة تقدم للأشقاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب 3 مجازر بالقطاع، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و51 مصابا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت السلطات الصحية أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 210 أيام ارتفعت إلى 34,622 شهيدا و77,867 مصابا، موضحة في الوقت ذاته أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة المستمرة منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي، وارتكب مجازر ضد مدنيين بالقطاع وسط وضع إنساني كارثي نتيجة للحصار ونزوح ما يزيد عن 90% من السكان. أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة عن تخوفها من اجتياح بري محتمل لمدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة أنه سيؤدي لمزيد من الخسائر والكوارث في القطاع. أوضحت الوكالة أن تواجد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في مدينة رفح الفلسطينية ينذر بكارثة إذا ما تم اجتياحها بالنسبة للمدنيين، كما سيؤدي الاجتياح أيضا للمزيد من الكوارث بالنسبة لدخول المساعدات، حيث إن معابر إدخال المساعدات والمواد الإغاثية موجودة هناك. وأضافت أونروا أنها تعمل بخطط طوارئ منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويتم تحديثها بحسب المعطيات الموجودة على الأرض، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم خدماتها الإغاثية والصحية والغذائية.
قد حذر خبراء صحة عالميون من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، واصفين الظروف الراهنة بأنها كارثة صحية عامة. وأشار الخبراء إلى افتقار سكان غزة للصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بشكل مقلق خاصة بين الأطفال. الظروف المروعة في قطاع غزة ليست مجرد مشهد مأساوي، بل هي كارثة صحية عامة، حيث يعاني سكان غزة من افتقار شديد إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل مرعب خاصة بين الأطفال. أمراض أوبئة، أولادنا بيعيوا على طول، نزلات معوية، غير أنه الريحة يعني حتى فيش طريق تمرق منها. ومن جانبها سجلت منظمة الصحة العالمية عشرات الآلاف من حالات التهابات المجار التنفسية والأمراض الجلدية والمعوية في ملاجئ الأمم المتحدة، ويعزى السبب الرئيسي لهذا الانتشار السريع إلى نقص المرافق الصحية والنظافة. إن تنظيف مياه الصرف الصحي أو إدارة النفايات في غزة مشكلة مزمنة للغاية، وهي مستمرة منذ عقود، والمشكلة بسبب الحصار. ليست جميع الأجزاء اللازمة لإدارة النفايات تعمل بشكل فعال في غزة، لذلك يجب وضعها في البحر، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية. لقد أصبحت المدينة مثل قنبلة صحية مؤقتة. صورة صادمة للوضع الصحي في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي على القطاع. فالصرف الصحي المعيب ونقص المياه النظيفة يهددان بكارثة صحية عامة، كما أن الحلول العاجلة والتضامن العالمي هو السبيل الوحيد لإنقاذ السكان من هذا الوضع المأساوي ومنحهم الحق في حياة كريمة وصحية. طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب. أوضح المكتب أن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لابد أن تتوقف فورا. وأصدرت المحكمة هذا البيان بعد انتقادات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وإسرائيل. والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي أهمية الجهود الإنسانية والحقوقية لدعم نضالي وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية. قال عبد العاطي إن الحرب على غزة قد تسببت بفظائع وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، مشيرا إلى وجود تضامن شعبي عالمي غير مسبوق للفلسطينيين. وثمن رئيس الهيئة الدولية الجهود الإنسانية المبذولة من أمثلة إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل أو إصدار مذكرات اعتقال من قبل مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية. أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النيتشا أن تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات المناصرة لغزة داخل الجامعات يكشف عن ازدواجية المعايير الأمريكية نحو القضية الفلسطينية. وقالت النيتشا إن الولايات المتحدة تمارس أعمال عنف وقمع غير مسبوقة على الإطلاق ضد المتظاهرين السلميين المؤيدين للقضية الفلسطينية، ما يكشف عن ازدواجية المعايير الغربية تجاه الأحداث في غزة. وأوضحت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني أن طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات أكدت زيف الادعاءات الأمريكية بأنها المناصر الأول لحرية التعبير عن الرأي واحترام مواثيق حقوق الإنسان. Oh!
This man is completely unarmed. In fact, he is highly armed. Park is closed. You face arrest. Force will be used to arrest you. احتشد مئات المحتجين على الحرب الإسرائيلية في غزة أمام جامعة سيدني مطالبين إياها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل. أعلن محتجون اعتصامات مماثلة في جامعات ملبورن وكانبرا ومدن أستراليا الأخرى، ودعا الطلاب المحتجون الحكومة الأسترالية إلى الضغط من أجل السلام ووقف إطلاق النار في غزة. نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو خياما أمام جامعة المكسيك الوطنية المستقلة، وذلك احتجاجا على استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. أعلن الطلاب في المكسيك تضامنهم مع الطلاب المحتجين في الولايات المتحدة، ورفع المحتجون مطالب عدة من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل. أغلق معهد العلوم السياسية في باريس أبوابه بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الإدارة والطلاب بشأن احتجاجات على استمرار الحرب على قطاع غزة. أعلن الطلاب المحتجون البقاء في بنايات الجامعة والسيطرة عليها، ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم إضافة إلى بدء أحد المحتجين في الإضراب عن الطعام. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أعمال العنف في محيط مدينة الفاشر بإقليم دارفور السوداني تسببت في إغلاق ممر إنساني من تشاد افتتح حديثا، وأن الوقت ينفد لمنع حدوث مجاعة في هذه المنطقة. وأدت الهجمات في الفاشر والتي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة إلى إطلاق تحذيرات شديدة من موجة جديدة من النزوح الجماعي في إطار الحرب المستمرة منذ عام في السودان. ويقول مسؤول الإغاثة إن هناك نهب للمساعدات أو منعها من الوصول إلى المناطق التي تستفحل فيها المجاعة، ما يساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية. منذ اندلاع الحرب في السودان العام الماضي، عبر أكثر من نصف مليون شخص دولة جنوب السودان من خلال العديد من المعابر الحدودية هربا من ويلات الحرب وانعدام الأمن في البلاد. وتعد مدينة الرنك الواقعة في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان أكبر نقطة دخول وعبور للاجئين السودانيين. هذا هو مركز العبور لمدينة الرنك، ولدينا عدد كبير من الأشخاص القادمين من السودان عبر الحدود مع دولة جنوب السودان للحصول على الدعم والحماية. هذا هو المكان الذي يعيشون فيه، والظروف المعيشية هنا رهيبة لأنهم يعانون من عدم وجود مأوى والنقص الحاد في الطعام، كما أن الماء لا يزال يمثل مشكلة هنا، وهو ما يزيد من صعوبة الأمور. وفي الوقت الذي تواصل فيه أعداد اللاجئين التزايد مع اشتعال الصراع، يصل غالبا بقية الأشخاص وهم يعانون من الجوع والإرهاق والبؤس. ووفقا لإحصاءات بلان انترناشونال وهي منظمة إغاثية، فإن نحو 20,000 لاجئ سوداني يعيشون في مدينة الرنك التي ينتقل آلاف اللاجئين والعائدين منها إلى مناطق أخرى. وتؤكد منظمات إغاثية أن العدد الهائل من الأشخاص الذين يصلون من السودان إلى الرنك بشكل يومي يضع تحديات كبيرة أمام الجهود الإنسانية في إدارة الدعم وتقديمه. يأتي ذلك في وقت تكافح فيه دولة جنوب السودان من أجل تحقيق الاستقرار الداخلي سياسيا واقتصاديا وصياغة دستور جديد والتحضير للانتخابات الأولى المؤجلة والمقررة في ديسمبر من العام الجاري. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صدور القرار الجمهوري رقم 149 لعام 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعوة الجمعية العامة للإنعقاد يوم الأربعاء القادم. التحالف يضم أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني والذين يمثلون 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة.
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استمرار استقبال طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء اعتبارا من الثلاثاء المقبل، حيث سيفتح باب التصالح في جميع المراكز والمدن على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة على ضرورة تكاتف الجهود وتبسيط الإجراءات لتحقيق الصالح العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات. كما سيتم كذلك تشغيل تطبيق جديد لتقديم الطلبات عبر الهواتف المحمولة لتسهيل الوصول إلى الخدمة بشكل أسرع وأسهل. وقد استعدت المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات التي تبلغ 341 مركزا لاستقبال الطلبات وتسهيل العمل بها. وأكدت الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أنواع الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع العمل وإنجاز الملف بأقصر وقت ممكن، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام ودفع عجلة التنمية في البلاد. روج المنتدى الاقتصادي العالمي عبر منصته الرقمية لبرنامج نوفي وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة، حيث أكدت وزارة التعاون الدولي على أهمية الشراكة والتعاون الدولي في تحقيق التحول الأخضر. كما تسعى شبكة حشد لاستثمار الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي إلى جمع 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة. وأعلنت مصر عن إطلاق برنامج نوفي خلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير البلدية ورئيس الوفد القطري عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد بالعاصمة السعودية الرياض، وحضوره لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. أعرب الوزيران خلال اللقاء عن تطلعهما لتعزيز التعاون المصري القطري، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في البلدين. كما أكد القصير أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية، خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة، مؤكدا أن إمكانات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي في خدمة الأشقاء بدولة قطر. في إطار حرص الدولة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات، أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري تلقيها شكاوى وبلاغات المواطنين على الخط الساخن لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة. تضم محافظة الشرقية عددا من الكنوز الأثرية القديمة، منها كنيسة الملاك ميخائيل التي تقع بكفر الدير شمال مركز منيا القمح والمقامة على تل يرتفع عن سطح الأرض، ويقال إنه أقيمت على أنقاض دير قديم، ومنها أخذ اسم البلدة التي تقع بها الكنيسة وهي كفر الدير. قباب مشيدة من الطراز البيزنطي وأبواب أثرية تحمل أقفالا غريبة عن عصرنا الحالي، وبالتحديد في قرية كفر الدير التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث يقع واحد من أهم الأديرة الأثرية في مصر، دير الملاك ميخائيل. الموقع بتاع الدير يرجع للقرن الرابع الميلادي، وده الموقع الحقيقة. الكنيسة اللي احنا واقفين فيها دي دلوقتي بتعود لسنة 800 أو 810 بالتقريب أو بالتحديد، يعني لأن في ما يفيد تاريخيا بسنة 810. الحقيقة تعامد الشمس تم اكتشافه في الترميم سنة 2011، ومن وقتها إلى الآن بيتم التعامد على الثلاث مذابح. التعامد الأول اللي هو احنا فيه النهاردة يوم 1/5 على مذبح الشهيد ماري جرجس. الدير الأثري يحتفظ بطراز معماري يرجع إلى مئات السنين ويعود للقرن الرابع الميلادي، وهو الآن على طراز الجيل الثاني للكنائس والأديرة من القرن الثامن الميلادي الموازي للدولتين الطولونية والفاطمية. طبعا احنا في كنيسة كفر الدير مسجل عندنا في كنيسة كفر الدير 10 أيقونات وحجاب الهيكل الأوسط اللي احنا بنتكلم من امامه، حجاب الهيكل الاوسط طبعا دوت مشيد او اتعمل سنه 1247 قبطيه، يوازي
1521 ميلادية. وعندنا هنا طبعا في 10 أيقونات، في أيقونة للعذراء مريم، ودي أيقونة رسمها الرسام أنستاس الرومي المقدسي سنة 1550 شهداء، تعادل تاريخ 1834 ميلادية. دير الملاك ميخائيل يتكون من جزئين رئيسيين، وهما الفناء المكشوف وبه البئر الأثرية محاطة بسور ومجموعة من الملحقات المستحدثة، إضافة إلى حديقة بالغرب منها. والجزء الآخر وهو مبنى الدير المغطى بالقباب الضحلة والأقبية، ليسرد دير الملاك ميخائيل بعمارته الفريدة حكاية ترجع لأكثر من 1600 عام. توافد المواطنون على محلات بيع الأسماك لشراء احتياجاتهم من الأسماك المملحة. تشتهر أسوان بتقديم أنواع عديدة من الأسماك المملحة. الأسماك المملحة على رأسها الفسيخ، أكلات شعبية مصرية توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، حيث كان يتناولها المصريون القدماء واستمرت حتى الآن، وكانت وما زالت من أهم مظاهر الاحتفال عند المصريين في شم النسيم. ومع الاحتفال بهذا اليوم لا يكاد يخلو أي منزل مصري من هذه الأكلة المميزة. ففي أسوان لم يختلف الحال عن باقي المحافظات، حيث يتوافد المواطنون على محلات الأسماك المملحة لشراء احتياجاتهم من الفسيخ والملوحة لاكتمال فرحتهم واحتفالهم. بنحب الملوحة وبنحب الفسيخ وبنحب الرنجة وبنحب اسم ده الليمون والطحينة مع الرنجة، بنحب العائلة تكون مع بعضيها والأسرة تكون مع بعضيها مجتمعة في الجناين. شم النسيم طبعا ضروري جدا، لازم ناكل فيه الفسيخ والرنجة مع يعني طلع مع الأهل، وطبعا بنتلم مع الأهل والصحاب، وطقوس سنوية لازم تهدي علينا الطقوس دي. وتقدم المحال في أسوان أنواعا عديدة من الأسماك المملحة، ولعل من أشهر الأنواع كلب البحر التي يرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لوجود أسنان حادة بها. عندنا ملوحة كلب البحر، وعندنا سردين، وعندنا مخلة، وعندنا بطارق، في راية، وفي سردين بلدي برضو، وفي رنجة مدخنة. تملح مرة وتملح مرة واثنين لحد يعني ممكن 15-20 يوم كده يكون بقي اللي هو نفس الشكل ده اللي هو على الأكل على طول. كما يوجد نوع آخر من الأسماك المميزة يسمى سمك الراية، وهو مخصص للتمليح فقط، إضافة لسمك السرزين والرنجة الذي يتم إحضاره من محافظات الوجه البحري. توعدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا برد انتقامي ساحق، وذلك بعدما صرحت بأن كييف تستعد لشن هجوم آخر على جسر القرم. وحذرت زاخاروفا كل من واشنطن ولندن وبروكسل من أن أي أعمال عدوانية ضد شبه جزيرة القرم أو جسر القرم هو محكوم عليها بالفشل وستقابل بضربة انتقامية ساحقة. وقالت زاخاروفا إن موسكو مستعدة لبحث مقترحات جادة لتسوية الصراع في أوكرانيا على أساس الواقع القائم ومخاوف موسكو الأمنية. وذكرت زاخاروفا أيضا أن أوكرانيا لابد أن تتعهد بأن تظل دولة محايدة عسكريا في المستقبل. أعلنت السلطات البرازيلية مصرع 31 شخصاً وفقدان أكثر من 70 آخرين. وسافر الرئيس البرازيلي لويس إنسو دي سيلفا إلى الولاية لزيارة الأماكن المتضررة ومناقشة جهود الإنقاذ مع الحاكم. كما وعد دي سيلفا بتقديم مساعدات حكومية لولاية ريو جراند دو سول التي شهدت انهيارات أرضية. فيضانات كارثية وانهيارات أرضية شهدتها البرازيل خلال الأيام الأخيرة خلفت عشرات الضحايا والمفقودين. السلطات البرازيلية أعلنت أن الأمطار الغزيرة هطلت على جنوب البلاد، ففي ولاية ريو غراندي دي سول التي وعد الرئيس لولا دا سيلفا بتقديم مساعدات حكومية لها، تنتشر الأضرار على مد البصر من انهيارات أرضية هائلة إلى غرق منازل وسيارات تحت المياه، وصولا إلى عمليات إنقاذ تجري في ظل ظروف بالغة الصعوبة ومحفوفة بالمخاطر. وقال حاكم الولاية إدوارد ليتي إن هذه الكارثة تعد أسوأ كارثة مناخية على الإطلاق تضرب ولايته الحدودية مع كل من الأوروغواي والأرجنتين. وفي نهاية مارس
أدت أمطار غزيرة هطلت على جنوب شرق البرازيل إلى مقتل 25 شخصا في ولايتي ريو دي جانيرو وإسبيريتو سانتو. ويتأثر جنوب البرازيل وجنوب شرقها حاليا بجبهة باردة بعد موجة حر شديدة. وقد شهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالا جوية سيئة لا يستبعد الخبراء أن تكون لها صلات بالتغير المناخي. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن الجمهورية. وبأخبار الطقس نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين.
نيابة عن الرئيس السيسي، وزير الخارجية يتوجه إلى غامبيا للمشاركة في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامية. عشرات الشهداء والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لليوم العاشر بعد 200، وارتفاع الحصيلة لأكثر من 34,600 شهيد. الأونروا تحذر من اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح الفلسطينية، وتؤكد أنه سيؤدي لمزيد من الخسائر والكوارث في قطاع غزة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع حضراتكم، مع هزير أبو زيد. مساء الخير يا هزير. مساء الخير يا ريهام. مساء الخير يا محمد، وكل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة. يعني إن شاء الله يبقى أسبوع مليء بالاحتفالات كده والأكل بقى والحاجات اللي هي داخلة علينا دي. إن شاء الله كل سنة وانتي طيبة. والنهاردة أكيد معاكي طبعا فقرات مختلفة، يعني علشان دايما في الويك أند بتبقى الفقرات مختلفة، وأعتقد هتتكلمي طبعا عن أعياد شم النسيم. أكيد، وكل الطقوس الموجودة بس في مصر في الفترة. بتحبي الرنجة يا هدير ولا لا؟ بتحبي الرنجة؟ بحب الرنجة، يعني ابتديت أكلها قريب يعني أدوقها يعني. والفسيخ. الفسيخ لا لا، أنا مش في المدرسة خالص. دي خالص، أنا مش في الحتة دي خالص. ربنا يوفقك يا هدير بقى في الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. أستأذنكم نبدأ حلقتنا، بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة.